عليكم، مرحبا بكم. معكم وفاء من مجوهرات فاشين. كيف وعدتكم غنبقى ديما ندير لكم جديد على لي زارتيكل ديالنا. واليوم بغيت نقترح عليكم هاد لاشين بوندونتيف اللي كتجي خطيره في العنق ديال الحضور وميم طون لبسوها ديما. بالنسبه لاشين هي ديال شوبا، كيف كتشوفوا معنا واضحه مزيان على الشكل هذا. الصح والعمل، كاين عين في عين، كنتمنى تكون باينه لكم مزيان. وبالنسبه للبوندونتيف على هذا الشكل هذا، فيها هاد الزواق هذا وفيها الحجيرات، حجيرات في الخضار وفي الغوز، ودايرين بهم حجيرات في الابيض وفيها حجيره هنايا في الخضار. كنتمنى تكون واضحه بالنسبه لكم. وهكا من اللور ديالها على هذا الشكل هذا، طبعا ديال الديوانه كاين هنايا. والسلسله فيها 46 سنتيمتر، كتجي اللي عنقها ضعيف واللي عنقها عامر بجوج كتجيهم، يعني كتجي خطيره في اللبسه، كتجي زوينه. كنتمنى الارتيكل اللي اقترحت عليكم اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ودابا غنشوفوها كيفاش كتجي من البوصه في العنق. وهكا كيفاش كتجي في اللبسه ديالها، كتجي واضحه غزاله، شي حاجه انيقه جدا وغزاله. بالنسبه للسلسله على هذا الشكل هذا، هما كيبانوا عين في عين. وبالنسبه للبوندونتيف على هذا الشكل هذا، في هذوك اللوينات كيجيو خطيرين جدا هذا الشكل هذا. وكنتمنى الارتيكل اللي اقترحت عليكم ينال الاعجاب ديالكم، وبالصحه والراحه.